أم بتغير من مرات ابنها لدرجة إنها طلبت إنها تنام معاهم. كملوا القصة للآخر وشوفوا اللي حصل. مصطفى، إيه ده ماما؟ إيه يا بنتي أنت لابسة راحة فين؟ إيه ده؟ أنت قاعدة جنب ابني؟ قومي. شفتي؟ زي ما قلت لك أهو. إيه؟ مش سامعة صوت أم. أيوه. راحت عند خالة الصبح. بجد؟ آه. خلينا ناخد راحتي في شقتي. راحتي. زيادة تأكيد أهتم بسيبك. خلاص. يلا. ماشي. هتلاقيها بقى جيت من عندي خدت ولا حاجة. مساء الفل يا ماما. مساء الفل يا حبيبي. انت جيت؟ انا جيت اهو. طب بقولك ايه، هتلاقيها جيت لقيت السرير مترتب وكده فنامت هنا من التعب. لو كده روحي جهزي السرير بتاعها. انت ايه اللي نايمك هنا يا ماما كده؟ انا بدف المكان زي كل يوم كده عشان تنام في حضن. يلا تعالى. طب تدفي ايه دلوقتي يا ماما؟ انا الكلام اللي انت بتقولي عليه ده من 20 سنة فاتهم. كنت بنام في حضنك انما دلوقتي انا كبرت. يلا يا مصطفى يا حبيبي عشان تنام وتقوم بدري. يلا. اجي فين بس؟ طب خلاص يا حبيبي بقى خليك معاها وانا هخش اظبط سريري جوه وانام انا. ماشي؟ طيب ماشي. اتفقنا؟ هو انا ليه بارك الله امي؟ ايوه اقعد بقى نام جنبها انت النهارده بقى وخلاص مفيش حاجه. طيب ماشي. قصدي ادفت السرير. ماشي؟ يلا. يعني عشان دفت السرير بس. ايوه. عايزه حاجه يا ماما؟ سلامتك يا حبيبتي. خد الباب وراك حاول. ماشي. شكرا يا حبيبتي. يلا يا مصطفى. طب بصي بقول لك على انا بس يعني ايه هطلع كده ايه اظبط شويه حاجات. نسيت شويه حاجات في الشغل. هتظبط ايه بس؟ نسيت كام مكالمه كده ايه في يا لهوي. اتصل بيا، بصي اتصل بيا 20 مره. طيب لو كده ايه نامي وان شاء الله هقابلك الصبح. طب ابقى اعمل حمام قبل ما تيجي يا مصطفى عشان ما تعملهاش على نفسك زي كل مره واغير الملايات. حاضر يا ماما اعمل حمام. ماشي ماشي يا حبيبي ما تتاخرش. سمعت؟ اسكتي بقى، انا مش عارف ايه حرقه الدم دي. انا اول مره اشوف امي بالطريقه دي والله. معلش يا حبيبي، امك بتتعامل معاك انت واخوك انكم اطفال. اطفال؟ خلاص بقى ما تنكدش على نفسك وسيب بقى الموضوع ده عليا. عليك ازاي انا؟ تعملي ايه يعني؟ كل خير، سيبها على الله يا حبيبي. ماشي؟ ماشي. طب انا هروح لهم. راح لهم؟ اقول لها ان انا عملت حمام. روح يا حبيبي. مصطفى. ايه يا حبيبي؟ شفت المكان الحلو ده؟ جميل قوي. اختهم كوسيها كانوا فيه امبارح. ده جامد المكان ده. طب يا حبيبتي ماشي، انا هوديكوا كل حاجه بس ايه في السكرته كده. امي بس تنشغل في اي حاجه وهاخدك ونخلع من غير ما تحس. واحنا بنتفق يا مصطفى؟ هو ايه العيشه دي؟ ايه ده؟ انت قاعده جنب ابني؟ قومي قومي خليني اقعد جنب ابني. ما تقومي. حاضر يا ماما. حاضر. اقعدي هنا يعني مش مشكله. ماشي يا ماما، المكان اللي يريحك اقعدي فيه. حبيب قلبي بتعمل ايه؟ بظبط بس شويه شغل اهو. ظبط يا حبيبي. كده عشان البرد. يقول خصوصا تتعب. اقفل عشان ما تبردش يا حبيبي. في ايه يا ماما؟ في حاجة؟ لا يا حبيبي بساعدك لو انت عاوز حاجة. مصطفى. خير يا حبيبتي؟ ماما عاوزة تيجي تزورني. وماله يا حبيبتي تنور، ده البيت بيتها. ايه ده؟ في ايه؟ هو الأرسال في حد بيجي يزورهم؟ لو النبي. طب ما حضرتك قاعدة معانا ومنورانا يعني. خلاص يا حبيبتي قصري في الكلام وما ترديش على ماما. ما ردش على ماما؟ ماشي يا ماما. يا ماما دي امها زي ما انت امي بالظبط، تيجي تزورها في اي وقت. خلاص كلميها يا حبيبتي تيجي تنور البيت طبعا.
الله تكلمها ايه يا حبيبي؟ وبعدين ده الطبيعي، انت كنت قاعدة مع مامتك قبل الجواز وجيتي وانا قاعدة مع ابني، عادي صح يا حبيبي؟ خلاص يا مصطفى قفل على الموضوع ده، انا داخلة جاهز الفطار. طب استني بس، ينفع كده؟ ينفع كده يا ماما؟ يا ماما ما ينفعش برضه، لازم اكبر مخاطرها، انا هدخل اصالحها. ادخلي صالحها وسيبني. خلاص بقى يا حبيبتي افردي وشي. طيب بقولك ايه، انا هخرجك النهارده خروجه زي الفل. اه يا اخويا زي الخروجات بتاعت كل مره اللي امك بتيجي فيها معايا. طب زي ما قلتلك بقى، هقولك على حل حلو قوي. اه انت هتسبقي الخروج الاول وتقولي ان انت رايحة ايه تزور امي. حجة كويسة بما انك عايز امك هي اللي تيجي، فانت هتنزلي بناء على كده وانا هنزل وراكي وبعد كده نخرج. يبدو والله، ده احنا لو احنا بنتقابل من ورا اهالينا ما كانش هيبقى ده حلنا. والله العظيم يا حبيبتي انا تعبت، بس هعمل ايه؟ بس عامه انا كلمت اخويا وهو رجع من السفر كمان يومين، وهو اكيد هيشوف حل في الموضوع ده. خلاص ماشي، خلاص يا مصطفى اللي تشوفه بقى. هنظبط موضوع الخروج ده بقى زي ما قلت لك. مصطفى ايه ده يا ماما؟ انت رايح فين؟ ايه ده يا حبيبتي انت لابسه وراحه فين؟ بقى عند ماما بقى. ماشي هتروح عند ماما؟ اه طيب ماشي 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 يا حبيبي. عاوز حاجة؟ ما تتأخريش بقى. ماشي هتعوزي حاجة يا ماما؟ هتنزل وتسيبني لوحدي؟ لا أنا عايزاك تقعد معايا النهاردة. هنزل أقعد معاها. لا بقى تروح لأمها. تروح لأمها؟ ما أنا هنزل أروح لأصحابي يا ماما. يا حبيبي وأنا أقعد لوحدي بقى يا مصطفى؟ يا ماما مش هينفع، أصحابي مستنيني تحت دلوقتي لازم أنزل لهم. أنت نازل تتفسح؟ اتفسح ايه بس يا ماما؟ بص اصحابي بيرنوا عليا يا ماما. تعالى هنا، تعالى عشان ما اعضكش. تعالى طالما هتعاقب بقى اهو. اسمع الكلام يا ماما، اصحابي بيرنوا عليا. افصل. هي ساعه وهاجي على طول. لا انت هتقعد معايا النهارده، انا مصدقت ان هي ماشي. وسيب التليفون ده يا ماما. ساعه بس يا ماما. هو بقول لك اقعد. خلاص يا ماما اديني قاعد اهو. وبعدين انا مش عارفه اتلم عليك ولا اقعد معاك، ينفع كده؟ في لما كنت بتيجي تقعد وتتدلع وقبلي لي يا ماما. ما خلاص بقى. مالك يا مصطفى؟ مصطفى 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 حبيبي انت نمت؟ لا مفيش، ده انا دماغي بس صدعت شويه. طب قوم تعالى نام جوه. يلا تعالى. لا لا جوه ايه؟ لا مش هنام. تعالى نام جنبي. مش هنام. ايه ده مصطفى؟ حبيب قلبي وحشتوني. الحمد لله على السلامة يا حبيب قلبي. ايه بقى مصطفى؟ بيسو ماما حبيبي وانت كمان بطلع. الحمد لله تمام حبيبي. بس كده معلش بقى حبيب قلبي. حبيبي وحشاني. مفاجأة يعني؟ انت جيت لاتصلت ولا قلت انا جاية ماما ولا حاجة كده؟ جيت مفاجأة حبيبي. وانت كمان انت عامل ايه؟ مصطفى امال مراتك فين؟ لسه عليها صور. مراتي راحت عند اهلها. اهلها؟ اه. ازاي انت لسه عريس جديد؟ اه عريس جديد. اه وراحت بقى عشان تغير جو، صح كده ولا ايه؟ ايه مالك انت وهو بتبصوا لي كده ليه؟ انا ما زعلتهاش ولا عملت فيها حاجه وحشه. طب يلا يا ماما يلا مين عشان نروح بيتها. بيت ايه؟ بيت ايه؟ بيت ابويا يا ماما، هنفتحه ونعيش فيه زي زمان. انت مالك فيك ايه؟ واخوك؟ اخوك مصطفى مش هيجي معانا؟ طب يلا يا مصطفى تعالى معانا. معانا فين بس ياما؟ مصطفى خلاص اتجوز. لا يا ماما هستأذنك هستأذنك، هتروحي دلوقتي مع اخويا بيت بابا، تفتحوه وتقعدوا هناك، وهو اكيد هيخلوا باله منك وهيراعيك. اخص عليك، انت زهقت مني ولا عشان بحبك وما اقدرش اعيش من غيرك يا مصطفى؟ يا امي ما زهقتش منك ولا حاجه، بس مراتي لها حق عليا. طب انت يرضيك
ان مراتي تسيب البيت وتمشي في اول شهر ليها من الجواز بسبب امك؟ مصطفى مصطفى انا كده فهمت الموضوع يا ماما. احنا لازم نمشي دلوقتي وحالا وسيبوا مصطفى لبيته. يا ام انا مش بطردك والله، وانت عارفه غلاوتك ومعزتك عندي. يلا يا ماما بس ده ما يرضيش ربنا. وما نفتح بيت ابويا زي زمان. هي مراتك سابت البيت بسببي؟ ايوه يا امي. انا اسفه يا ابني، انا ما يرضينيش ان انا اخرب بيتك. انا همشي واروح مع اخوك، بس خد بالك انا عايزاك تجيب عيال كتير علشان يجوا يسالوني. يا امي فداك الدنيا وما فيها، وانت على راسي من فوق وتنوري المكان في اي وقت حبيبي. اعملوا شير للرساله دي ووصلوها لاكبر عدد ممكن من الناس.